من المعجزات اللي على الأرض في رأيي من أقوى المعجزات التواصل الروحي، يعني روح بتكلم روح، بيتبادلوا الأفكار، يتبادلوا المشاعر، بيردوا على بعض، بيخشوا في نقاش ساعات، حاجة كده سبحان الله. خلينا نتكلم في الموضوع ده أكتر، وإيه هي شكل الرسائل، وأعرف إزاي إن توأمي بيرد عليا، وهل الموضوع ده خاص بتوأم الشعلة فقط ولا ممكن يكون أوسع من توأم الشعلة. معاكم روبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اللي يحب يتواصل معايا لحجز الاستشارات بيكلمني على الفيسبوك أو الانستجرام، اللينكس في صندوق الوصف. الاستشارة تبقى بخصوص التوأم الشعلة أو الارتباطات أو العلاقات بشكل عام. بنقدم حلول كلايف كوتشنج للحياة بشكل عام. التواصل الروحي ده من أقوى الروابط اللي ممكن تجمعك بشخص، والحقيقة هو مش خاص بتوأم الشعلة بس، مع أنها أقوى في توأم الشعلة، بس الشخص اللي هو عنده القدرة على التواصل، يعني روحانياته عالية جدا، بيشعر بالأشياء، بيشعر بطاقة الأشخاص أو المكان، بيقدر يستقبل الرسائل أو عن طريق التخاطر، إن هو يكون قادر على الشعور بالطاقة ومشاعر الشخص الآخر. والحقيقة من جمال التواصل الروحي ده، يعني سبحان الله كده ربنا بيرزقك العلاقة دي علشان ترتبط بشخص روحيا، وبيبقى هدفها غالبا إنك تكون بني آدم أفضل، إنك تتعلم حاجة من العلاقة دي. لو انت مش عارف تعملها ازاي، الشخص ده بيوريها لك تعملها ازاي. وهقول لكم ان شاء الله في اخر الفيديو كده ازاي تقوي تواصلك الروحي. عايز اقول لك سبحان الله، يعني انت عارف لما انت تبقى نفسك كده تخش في جوه بني ادم، تعرف حقيقة مشاعره، سواء زوج، زوجة، مديرك في الشغل، صاحبك، صاحبتك، اللي هو نفسي اعرف هو بجد بيحبني وفعلا امين معايا وحد كويس، شخص كويس، ولا متلاعب او بيظهر ما يخفي. التواصل الروحي هو اللي هيدلك. فكرة ان انت تشتغل على حدسك، وعارف لما تلمع المرايات كده يبقى كده مشغل السنسورز كلها، ان انت تقدر تستقبل الرسائل اللي هتجيلك دي. على فكرة كل حاجة بالبراكتس فعلا. انت لما بتستخدم مثلا، سي بتعمل كل يوم 10 بوش أبس كده على الصبح، خلاص انت مع الوقت كتفك والتشست خلاص بيظبط. فهي الفكرة برضو ان هي دي حاجة انت لازم تمرنها وتشتغل عليها علشان تقدر تبقى اقوى، ويعني جاهزة كده وشغالة كويس قوي. طيب احس ازاي ان انا على تواصل روحي مثلا مع شخص او مع توأمي او حبيبي؟ علشان زي ما اتفقنا هي مش خاصة بتوأم الشعلة، لا، ليها الامبريلا الواسعة بتاعتها، ليها نطاق اوسع من توأم الشعلة، منها طبعا قوية جدا في توأم الشعلة، بحيث ان هي نفس واحدة على جسدين. ومن جمال علاقة توأم الشعلة انها ان انا نفس واحدة، بس انا مش حاسة بالنقص ان لو توأمي مش موجود او حتى مش معايا او حتى منفصلين. انت شخص كامل وقادر على نفسك، وهو كمان شخص كامل وقادر ويعني مسؤول عن نفسه. عندي شعور كده عايز اقول لكم حاجة. فكرة ان ربنا بيبعت لنا رسائل، ربنا بيبعت لنا رسائل طول الوقت طول الوقت طول الوقت، على جميع الأديان والأشخاص والجنسيات على كوكب الأرض، كل ما هو موجود على الأرض ربنا بيبعت له رسائل. يعني إيه بيبعت له رسائل؟ فكرة إن إحنا نبقى مولودين على دين معين، أو على شخصية معينة، أو على ثقافة معينة، أو أبويا وأمي علموني، أو التقاليد قالت لي، أو أنا مولودة في مصر غير ثقافة كندا غير ثقافة أوروبا، فاهمين أقصد إيه؟ فكل واحد بيبقى مولود بمعتقدات وموروثات وحاجات اتحفرت فيه كده وهو طفل صغير، فساعات هو ما بيبقاش واعي إيه الصح وإيه الغلط. وعشان ربنا
عادل وحنين وقريب، ويعني بيراعي حتى نفسيتنا، بيعلمنا الدروس وبيبعت لنا الإشارات وبيبعت لنا الرسائل. والله أعلم، ده من تحليلي وجهة نظري، ده أنا رأيي الشخصي بحت، يعني أنا مش واخدة الكلام ده من حد أو دراسة أو whatever، بس ده رأيي الشخصي. إن هو الفكرة كلها وأنا بستقبل الرسائل هكون واعي إن دي رسالة من عند ربنا ولا لأ، ولا هبقى جاهل ماشي في ملكوت الله كده وأنا مش فاهم حاجة وكده، وما مش مركز وما مش مهتم بالكون، مش بهتم بإشارات الكون. طيب إيه الهدف من الرسائل دي؟ الوعي، ان انت تكون مثلا فاهم حاجة والحقيقة تكون حاجة مختلفة، فربنا يرزقك الرسالة دي. تسمع فجأة مقولة تكون اجابة لسؤال او موضوع انت عمال تفكر فيه بقالك ايام. فكرة مثلا انا محتارة، يا ترى هو مين صح، الشيخ الفلاني صح ولا الشيخ الفلاني صح، وانا محتار من كتر التخبط اللي موجود بقى في الدنيا، يعني حتى الشمس بقى بيختلفوا عليها. طب يا رب انت دينك مفهوش خلاف، دين ربنا الحقيقي عمره ما كان ضد الإنسانية او الحب او البشرية او ضد شغلك او ضد نجاحك، عمره. واللي يقولك اي حاجة غير كده هو اللي غلطان. ربنا خلقنا احرار، ده حتى فكرة الدين احنا فكرة حرة، بمعنى ما كانش فيه إجبار على أي حاجة. ربنا عايز اللي يروح له يروح له بإرادته، ويروح له عشان هو بيحب ربنا ومقتنع بربنا ومقتنع بدين ربنا، وعايز يعبده بالشكل اللي ربنا عايزه مش بالشكل اللي انت شايفه صح. هي الفكرة ان هو محدش كده يجي يقول يا ربنا والله انا كنت فاهم غلط مثلا في الدنيا، لا، مفيش حاجة اسمها انا كنت فاهم غلط. ربنا بعت لك رسائل قد كده، وناس تكلمك واحداث وحاجات كلها حصلت في حياتك على المستوى الشخصي على المستوى النفسي، علشان انت توصل لك المعلومة. الفكرة كلها في قرارك، هل انت اخترت ايه دي بتاعتك؟ انت قررت ايه على الرسائل اللي جات لك، او على الفهم او الوعي اللي جالك ده قرارك انت. فكرة ان انا يا رب انا كنت فاهم غلط في الدنيا، لا، ده مش اوبشن مطروح بصراحة، والله اعلم. طب ايه علاقة ده بالتواصل الروحي يا روبي؟ انت دخلتينا في حتة كده مش فاهمين قوي. هو ده اساس التواصل الروحي، ان انت تكون روحانياتك عالية بشكل ان انت قادر، عارف لما كده تبقى فتح الدش بتاعك كده وقادر الريسيفر بتاعك كده قادر يستقبل كل الرسائل وكل الوعي، سواء عن طريق توأم الشعل، ان انت تكون بني ادم افضل، تحسن نفسيتك، تحسن علاقتك. الروحانيات بتقربك لربنا، بتحس فعلا ان ربنا هو مالك الكون وهو رب واحد لا اله الا الله. اختصارا شديدا شديدا شديدا، فكرة ان انا يعني عارف لما انت تقول اصل احنا مش في زمن المعجزات، هو المعجزة بتحصل لك يوميا على الله كذا مرة، بس الفكرة كلها هل انت شايف ده ولا لا. التواصل الروحي ده اعجاز، يعني ايه اكون انا قاعدة في بيتي وفي بلدي وفي قطي وعلى مكتبي في الشغل ولا whatever، وده في واحد فيبعد بيننا الاف الاميال، قادرة اتواصل معاه روحيا، قادرة استقبل رسائله، قادرة احس بيه، قادرة اتناقش معاه ذهنيا، اللي هو اصلا يعني هو النت دوت مش صنع بشر؟ طب تخيل بقى ده، طب صنع ده، التواصل الروحي ده صنع الله، ده صنع الهي. فهمت احساسك ان انت ان الروحانيات بتقربك لربنا، ان هو فعلا معرفش ليه اصل الدنيا اليومين دول كده، ومش اكشلي مش اليومين دول، السنين اللي فاتت كلها، يعني تتفق معايا او تختلف، هم عايزين يبعدوك عن الفكرة دي، عايزين يبقى خلوك مرتبط بالماديات اكتر، بالناطحات السحاب، تبعد عن الطبيعة، تخليك مركز كده في الموبايل والايفون والحمادة واللي مش عارفة ايه، كلها اشياء. لكن الجزء الروحاني والجزء البني آدم وجزء ارتباطك بالطبيعة وارتباطك بالكون وارتباطك بربنا، في تشالنجز كتير قوي وفي تحديات كتير قوي انها عايزة ايه تخطفك عن الحياة دي، وتشيز ان انت كبني آدم هتبقى احسن وروح وافضل ونفسيا اقوى
طول ما انت مرتبط بالطبيعة. شوف انت لو قعدت قدام البحر مثلا ربع ساعة نفسيتك بتبقى عاملة ازاي، قعدت في الغابة ولا في حاجات اشجار ولا عملت كامبينج في الطبيعة، شوف نفسيتك بتبقى عاملة ازاي. انت كبني ادم كل ما انت ارتبطت بالطبيعة بتبقى افضل، عشان دي الفطرة الحقيقة يعني. طيب ادينا بقى كده امثلة عن الاتصال الروحي، يعني امتى احس ان هو انا فعلا انا بتصل روحيا دلوقتي مثلا مع شخص ما، ان بيحصل تصرفات مش مفهومة، بتحصل حاجات مفاجأة. بمعنى انت قاعد في شغلك مثلا وفجأة تلاقيك مبتسم كده وافتكرت نكتة قالها لك مثلا، مع انه سخيف اصلا والله، بس انت ابتسمت يعني افتكرت حاجة. فهو ده اللي هو ايه، تغيير في الطاقة بشكل مفاجئ. بيبقى عادة بيبقى هو متصل بيك روحيا، او بيبقى فيه نداء روحي. فكرة مثلا ان بيحصل تبادل معلومات، ودي قوية جدا بصراحة في توأم الشعلة، ان روحك بتتصل بروح توأمك وبتقول له معلومة او انت بتستقبل معلومة، والموضوع بيبقى رايح جاي الحقيقة. يعني مثلا انت مثلا في طاقة ايجابية مثلا كويسة، لو بعت له طاقة سلام وهدوء وتفاؤل وان بكرة احسن وان شاء الله خير، بتوصل له الطاقة. زي ما انت كتير قوي بتبقى قاعد في امان الله وفي سلام نفسي، فجأة تجيلك نوبة كده غضب او حزن او الم او غصة في قلبك بشكل ما انا كنت كويس، لا تحس فجأة كده ان في هبو جه. هو ده برضو طاقة الهارب لما بيبقى متألم او تعبان. فعشان كده دايما احنا نقول دايما فكر في توأمك بشكل ايجابي، فكر بالموضوع كله بشكل ايجابي، سيبها على الله. سواء انت الهدف من العلاقة تعليم الدرس او علاقة ان انتوا تتجوزوا، والله العظيم الاتنين تحفة يعني. حتى تعليم الدرس انت بقيت بني ادم قمر يعني، best version of you زي ما بيقولوا. وعلى فكرة احلى حاجة في موضوع الروحانيات انها ملهاش سقف، ان انت طول ما انت ماشي في الرحلة انت عمال تكتسب حاجة جديدة وبقيت بتعلم، ان انت بقيت نفسك كوتش، انت بقيت يعني لما حد بيسألك او بيقولك اعمل ايه، انت بقيت بتقوله الزتونة من الاخر، خد يا حبيبي اعمل واحد اتنين تلاتة. وعلى فكرة في وجهة نظري برضو ان كل واحد مننا ليه رسالة، اوعى تفتكر ان انت بتتجهز ده كله وان ربنا بيجهزك ده كله علشان اخش في اوضتي واقفل على نفسي ماليش دعوه بالناس وبالدنيا، واللي يخبط راسه ماليش فيه انا، ماليش فيه انا، الناس دي اصلا تعبتني. لا لا، على فكرة انت طاقة نور وانت طاقة امل، انت جايد، انت مرشد في حد ذاتك، انت هترشد ناس كتير قوي ان هم يكونوا احسن وان هم يكونوا اقوى وان هم يرتبطوا بربنا ويرتبطوا بالطبيعة. يعني ايه ترتبط بالطبيعة؟ عشان ما تتفهمش غلط، انك تعرف ان انت هتبقى احسن طول ما انت عايش على الحياة بتاعت ربنا بتاعت الفطرة مش الحياة المادية. لكن يعني هو في الاخر الله ربنا رب الكون. وعايزه اقول لك على اشاره مهمه ساعات بتخوف ناس بصراحه، ان ساعات كده لما تكون باتصال بتوأمك او بيبقى فيه اتصال روحي دلوقتي، ساعات بتحس بهوا منعش فجأة كده، تحس ان في هوا منعش كده جه على وشك او بصوره مفاجأة، عارف؟ والحاجة سبحان الله انا بحس ان هي بونس كده او حاجة قوية جدا. عارف احساسك لما انت تبقى ماشي مع بودي جارد، انت بتروح كده تجيب اتنين كده جتت كده يقفوا وراك، لو حد قرب مني عشان انا مشهور جدا اضربه، وانت هنا احميني وهنا اعوره كده، فاهم؟ طب لما يبقى ربنا رزقك مرشد روحي او في ارشاد الهي معين ان هو بيحميك، انك تحس بحماية ربنا، التواصل الروحي او يعني اسمه الارشاد ده او حارس بيحرسك، انك مثلا ايه على وشك مثلا تعمل حادثة لا قدر الله، تحس ان ربنا نجاك في اخر لحظة، على وشك مثلا انك تقع فربنا ينقذك فجأة، انك تحس ان في روح بتحرسك.
اكتبولي كده في التعليقات انتوا حاسين باللي انا بقوله ده، يعني هل انت فعلا حسيت ان عندك كده حماية ما كده من عند ربنا؟ فاكرين لما كانت تيتا كده تقعد تقول العين عليها حارس؟ على فكرة كلام جدتنا في حاجات كتير جدا 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 منه صح، مع ان دلوقتي الجزء المادي يقعد يقولك لا ده تخاريف ومفيش اثبات علمي. لا انا بصدق على فكرة الكلام القديم ده في حاجات كتير منه صح. والحاجة طبعا المشهورة جدا في توأم الشعلة هو الرغبة الجنسية المفاجأة، ان احد يعني مثلا في حد من التوائم بيحس برغبة جنسية مفاجأة، فتعرف على طول ان شريكك عنده حالة الجنسية دي. مش لازم يكون في نفس التوقيت في نفس التو واللحظة، لكن يعني في هذا التوقيت كده من الوقت يعني تحس ان هو ايه عنده الرغبة دي. دي من ضمن الحاجات المشهوره قوي، ان انت مثلا تكون بتفكر فيه فتلاقيه مثلا بيعمل تايبنج على نفس الواتساب مثلا بتاعك ولا حاجه، انك بتفكر فيه تلاقيه بيكلمك. عارفين فكره التزامن دي، انك تقول حاجه فتلاقيه هو بيكلم بقه على نفس كده الجمله اللي هو بيقولها لك، او هو لسه بيفكر في حاجه فانت تقولها له. كل دوت دليل على التواصل الروحي، ان انت شايفه وقريه من جوه، هو كمان شايفك وقريك من جوه، وتأكد ان الموضوع متبادل. عمر ما بيحصل تواصل روحي غير لما يكون ميوتيوال، رايح جاي، عمره ما بيبقى اتجاه واحد. قبل ما انسى، ازاي بقى اقوي الجزء الروحاني ده؟ اهم حاجة في الموضوع ده انك يبقى عندك الوقت بتاع المي تايم، وقت عزلة كده، وقت تعمل فيه ميديتيشن، وقت تعرف تتعرف على نفسك، لما تسمع صوتك الداخلي، ولما تسمع صوتك الداخلي تحلله وتقدر تتعامل معاه، وتقدر تقدر تفهمه. يعني فكرة ان انت عشان تعرف تفرق بين حدثك وبين صوتك الداخلي وبين مخاوفك. هعرفها ازاي؟ انا اللي هعرفها عن طريق العزلة دي. عبادة الانبياء التفكر في خلق الله والتفكر في الكون. يعني دي مش حاجة احنا بنبتكرها، لا دي من عبادة الانبياء، ان النبي لما بيتجهز لرسالة معينة بيقعد كده ايه في العزلة بتاعته، اسها على كل حاجة. ففكرة ان انا ابقى قاعد كده باصص للسماء، او باصص للمشهد الطبيعي معين، او قاعد على البحر، قاعد في كامبينج، قاعد في الصحر، قاعد بعمل اي حاجة، بس الفكرة ان انا قاعد يعني بتفكر كده في المشهد بتاع ربنا الله. يعني عارف، هل انت شايفه بحب وشايفه بعظمة الكون وبعظمة رب الكون؟ هل انت قادر تشوف المشهد ده؟ فهو دي عبادة، كأنك واقف تصلي وتصوم وتعمل كل حاجة، دي عبادة ليها وزنها تقيل جدا ومن العبادات المندثرة، بس هي دي عبادة روحانية بتقوي عندك السنسورز بشكل يعني كده، يعني طلقة كده. لو انت مش قادر تعمل دوت، وطبيعي بحال احنا لو عايشين في المدينة بيبقى صعب علينا نعمل دوت، اتعلم اليوجا، اتعلم ان انت تتصل بروحك الداخلية، تمارين النفس، طبعا الصلاة والدعاء، انك حاسس ان قلبك شغال، حاسس بالطاقة، حاسس ان انت مرتبط بنفسيتك وبجسمك، وقادر تسمع صوت جسمك. عارف الحالة دي ممكن حد يكون فاهمني، وممكن حد يكون يحس انها بعيد عنه قوي. زي ما اتفقنا بالتمرين، محدش بيطلع السلم جري، احنا بنطلع حبو الاول، وبعد كده نقف على رجلينا، وبعد كده نطلع واحدة واحدة، نبقى رهوان في اخر السكه خلاص، بتبقى زي الطفل كده وهو بيحبو لحد ما يتعلم المشي. بس رايي الموضوع يستاهل قوي قوي قوي. وعلى فكره خلي عندك معلومه ان ساعات ربنا بيرزقك جزء روحاني لفتره معينه. يعني انت دلوقتي محتاج تجهز بشكل معين، ربنا بيقويك على حاجة معينة، بيقوي نفسيتك على حاجة معينة، بيجهزك لحاجة معينة، الله اعلم. كل واحد بيبقى مختلف عن التاني، عشان ما تقولش يا ترى بيجهزني لايه، الله اعلم. حتى انت شخصيا هتقعد تفكر يا ترى بيجهزني لايه. بس لو انت ما استغلتش الفترة ديت، ممكن الهبة دي تروح منك وانت ما تعلمتش منها حاجة، وساعتها ما تلومش غير نفسك،
وما ينفعش تقول يا رب انت ما سبتهاش لي، انت ما استخدمتهاش الموهبه وانت ما استخدمتهاش، خلاص انت ما تستاهلهاش بقى، فاهم ازاي؟ او ممكن تبقى قاعده معاك فتره اطول او مكمله معاك طول العمر، الله اعلم. بس الفكره في الجزء الروحاني بالذات زي موضوع التليباس والتواصل الروحي او اي حاجه من حاجات اللي هي الروحانيه اللي انت بتحس بيها، استغلها باقصى حاجه علشان معرفش هي تكمل معاك ولا لا. طب ماشي يا روبي، طب لو انا اتعلمت حاجة معينة هل هنساها بعد ما الحاجة دي بتروح؟ لا طبعا، انت هتبقى عامل زي مثلا طفل داخل ابتدائي وتخرج من الجامعة وخد دكتوراه. هل وانت واخد دكتوراه هتنسى انت كنت اتعلمت المسيرة دي كلها؟ لا انت ما بتنساش، بس انت بتبقى خلاص خدت الشهادة وتعلمت حاجات كتير قوي في الرحلة دي، فانت قادر ساعتها مثلا تمارس مهنة الطب، الصيدلة، هندسة، whatever. قولوا لي رايكم ايه في الحلقه ديت، حابين الكلام في موضوع الروحانيات ولا لا؟ اكتبوا لي كده في التعليقات رايكم، بحبكم قد الدنيا واشوفكم في الفيديو اللي جاي.